السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الحوار السياسي. مجلس الامه الحالي كان طاغي عليه يعني الرقابه على الجانب التشريعي. الجلسه المقبله قد يكون هناك بعض القوانين تحرك خلينا نقول عجله التشريع، من ضمنها يعني اقرار قانون التجنيس وقانون الجيش وادخال الودون غير الكويتيين فيه، وايضا اقرار محكمه الاسره بشكل نهائي. هذا من جانب، من جانب اخر ممكن يكون اللي هو التقدم بعد مجموعه من النواب بطلب العفو خاصه عن جريمه قضية اقتحام مجلس الأمة. هناك طلب استعجال أيضا لمناقشة هذا القانون. الآن هناك يعني خلينا نقول ردود أفعال حول هذا القانون، لماذا شمل فقط قضية الاقتحام لم يشمل المغردين؟ البعض يقول أنه ممكن يكون هناك تعديلات على قوانين الإعلام وقوانين مقيد الحريات، وما تقدم فيه أيضا نائب عمر الطبطبائي بأن ستكون هناك جلسة لمناقشة القوانين المقيدة للحريات. الحكومة ردت على يمكن هذه الجلسة بأن بعثت قانون تتشدد فيه في قضية جرائم أمن الدولة، أحالت قانون إلى مجلس الأمة يمنع سقوطها بالتقادم، رأت أن هذه الجرائم أمن الدولة لا تستحق أن تخفيف العقوبة ووقف التنفيذ أو الامتناع عن الحكم فيها. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا اللجنة المالية راح تناقش قانون خلينا نقول تخفيض سن التقاعد وتخفيض فوائد التأمينات الاجتماعية، خاصة بعد ما تم التعاقد مع الشركة. الآن خلال ممكن شهر من الآن يتم يعني إعادة هذا الموضوع إلى مجلس الأمة. محاور عديدة لحلقة هذه الليلة، ورحب بالجزء الأول بضيفي الدكتور هشام الصالح الخبير الدستوري. حياك الله دكتور. الله يحييك. تغيرنا يعني من خبير دستوري اليوم إلى خبير دستور، لكن أنت مشارك في الشق السياسي. بارك الله فيك، أنا سعيد باللقاء معك، وأيضا بداية يعني نتمنى للعم بيوسف المتروك الشفاء العاجل. الله يسلمك. وإحنا حاضرين. بداية دكتور خلينا نقول إحنا جلسة مقبلة متوقعة لمناقشة القوانين المتعلقة بحرية الرأي. نعم. ماذا تتوقع أن يتم أو يتحقق من خلاله؟ خاصة اليوم في هناك أحكام قضائية مشددة تتعلق في جريمة الرأي، وأنت كان لك حديث وندوات في هذا الشأن. نعم، اليوم لو تمعنا في قانون الجزاء الكويتي وفي التعديلات التي طرأت على القانون الجزاء الكويتي من حيث قانون تقنية المعلومات أو ما يسمى بقانون جرائم إلكترونية، نجد أن هناك يعني نصوص فضفاضة غير محددة غير منضبطة، ونجد أن هناك مبالغات كبيرة في العقوبات. اليوم عندنا ناس محكومين بستين سنة أو خمسين سنة، يمكن لو تقول حق واحد أي أجنبي عندي واحد محكوم عليه بستين سنة بيقول لك هذا مجرم حرب، لا تقول لا مجرم تغريدات تويتر. فبالتالي هذا أمر غير منطقي وغير متصور. لو جينا حق مجموعة القوانين لو مرينا عليها مثلا نطلع لك سريعة، مثلا قانون إساءة للدول صديقة مادة 4 من قانون أمن الدولة. كل من قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية. هذا النص فاضي وغير محدد وغير منضبط، وايضا يصادر حق التعبير الانسان والذي كفره الدستور الكويتي. يعني هل من معقول يعني انا انتقد الحكومه الكويتيه ولكن لا استطيع ان انتقد اي دوله اخرى؟ ثانيا النص نفسه يتكلم على اعداد الجند او عمل عدائي يرتقي الى مرتبه قطع او تعريض العلاقات الكويتيه الخارجيه للانقطاع. هل معقول انا بتغريده مني في تويتر قد اعرض علاقات الكويتيه مع الاشقاء الى خطر الانقطاع بسبب التغريده؟ مع ذلك نرى أحكاما يعني عقوبات جدا مقلظة. هذا النص عقوبته 5 سنوات، تغريدة واحدة تزج فيك السجود 5 سنوات. أكون واضح دكتور، أنت يعني شاهدت مجلس الأمة في دهون عقاد الماضي. نعم. مجلس 2013. نعم. لما قرروا قانون الجرائم الإلكترونية. صحيح. وتقنية المعلومات وقانون المطبوعات، البعض يقول أن هذه القوانين هي لليوم تؤدي إلى السجن، أحكام الحبس الكبيرة. نعم. هذه القوانين تؤدي إلى السجن أم قانون الجزاء قانون أمن الدولة تحديداً؟ هنكون واضحين أي. نعم. قانون إحنا. نعم. لازم نعرف قانونين. أول شيء قانون الجرائم الإلكترونية. ليش؟ مثلاً عندما يأتي هذا النص ويقول لك كل من دعا إلى شخص أو منظمة إرهابية يعاقب بالحبس مدة 10 سنوات. هذا في الجرائم الإلكترونية. في الجرائم الإلكترونية مدة 10. زين قولوا لي من هي المنظمات الإرهابية حتى لا أتكلم عنها بتويتر، لا أقول هل تعتبر حماس جهاد؟ حركة الإخوان المسلمين بالكويت هل تعتبر منظمة إرهابية ولا لا؟ لأن هي مدرجة في السعودية وفي الإمارات ضمن المنظمات الإرهابية. زين هذه أنا قررت في هذا الاتجاه راح أعاقب بالحبس 10 سنوات، إذا ما حدد لي هذا النص من هي المنظمات الإرهابية حتى لا أقع في المحظور. كمثال هذا. وأيضا قانون الجرائم الإلكترونية أحال أيضا إلى قانون الجزاء في هذه العقوبات. يعني ما حدد عقوبات في قضية مثلا إساءة للدول الصديقة، بل أحال إلى قانون الجزاء التي به عقوبات مقلظة وغير متناسبة. يعني مع يعني قانون جرائم إلكترونية اللي يقر فضفاض يؤدي إلى السجن. نعم بكل تأكيد، وبه عقوبات مقلظة أكثر حتى مرات يعني من فرقات. مثلا جريمة التهديد في قانون الجزاء 2 سنين.
التهديد عبر تويتر 3 سنوات ما يصير. هذا عالم افتراضي، هذا عالم حقيقي. يعني إذا بغيت تهدد واحد تهدده بالطبيعة أخف عقوبة من عالم افتراضي. فهذا القانون جاء بنصوص مغلظة ومواد مغلظة، لذلك نعم لابد من إعادة نظر في قانون الجرائم الإلكترونية. أوكي، تتوقع اليوم أن مجلس الأمة بتركيبته الحالية قادر أنه يفعل شيء تحديدا في القضايا المتعلقة بالحريات؟ يعني اذا كان اذا اخلصت النوايا يمكن عدل هذا، ولا هذا لا يمكن الا بتعاون الحكومه، لان مجلس الامه وقع في اسقاطات وفي سقطات كبيره الحالي. نعم بكل تاكيد. يعني مثلا اليوم نعم بحاجه لتعديل قانون الجزاء. يعني مثلا اليوم العالم كله يتجه الى قضيه تبني العقوبات المجتمعيه. أوكي. واحد اخطا على واحد، سب واحد، ما تسجلنا مع التجار مخدرات والقتله والنصابين. اعطى حقوبه مجتمعيه مثل تنظيف، مثل اعطاء دورات وما اي خدمه مجتمعيه. اوكي، اليوم بحاجه الى قوانين مستحقه ايضا مثل قانون مخاصمه القضاء. هذا قانون جدا مهم، ترى الحكومه مقدمته مؤمنه فيها. قدمت الحكومه؟ نعم قدمت الحكومه مشروع بقانون مخاصمه القضاء. اوكي، وقدموه عدد من النواب. اوكي، ولكن يعني بوعلي هذا ضحك على الذقون. ليش؟ لأنه خذوا نفس محتوى القانون المصري بالضبط. لا يساء القاضي إلا على التدليس والقش والخطأ الجسيم، بس خطأ جسيم. هذا النص موجود في القانون المصري من 1949 لغاية اليوم لم يتم مخاصمة قاضي واحد في مصر، ويبون يتبنونه في الكويت. إذا العبرة ليست بالمسميات، العبرة بالواقع بالنصوص بمضمون هذه النصوص. أوكي، أنا أعتقد إذا أخلصت النية النواب مع الحكومة من ممكن تعديل هذه القوانين التي كان حتى يعني قانون الجزاء تحكي عن 1961، قانون قديم جدا، فبالتالي ممكن تعديله وفق التعديلات الحديثة في القانون. أوكي، أنا خليك المك... بعض نواب مجلس الأمة أعتقد 5 نواب تبنوا اقتراح اللي هو في ما يتقالوا إحنا خلونا نخفف قضايا السجن، وحطوا أعتقد قانون آخر، اقترحوا قانون تعديل إنه يكون في سجن أعتقد 3 أشهر. سويت أنتوا ندوة تتعلق في الحريات، صار سجال ما بينك وما بين النائب أحمد الفضل، وأحمد الفضل طلع في مؤتمر صحفي ورد عليك. أول شيء قل لي شنو جذور الخلاف هذا؟ لا أبدا لم يكن هناك سجال ما بيني وما بين النائب أحمد الفضل. أنا تفاجأت حقيقة. كل هذا ما في سجال؟ أبدا، كل اللي تفاجأت فيه فجأة أحمد الفضل يعتلي منصة مجلس الأمة ويشن هجوم لاذع وبأسلوب غير لائق، مستخدم منصة مجلس الأمة في الهجوم علي، وهذا أمر مستغرب. أنا في الندوة أصلاً لم أتطرق إلى أحمد فضل لا من بعيد ولا من قريب. تطرقت إلى القانون يمكن مالهم، ولا متطرق حتى إلى قانونهم. لأن بالنهاية لا، ليس من معقول أن أوجه أي رسالة إلى أحمد فضل، لأن إيماني أنا الشخصي أن أحمد فضل آخر واحد ينادي بالحريات أو قد يتبنى قانون ينادي بالحريات، فلذلك لم أوجه له أي رسالة. أنا اللي ما تفاجأت فيه. ليش أحمد الفضل آخر واحد يتبنى شيء؟ يعني يتبنى قانون الحريات. يعني توجهات أحمد الفضل الحكومية، توجهات أحمد الفضل اللي يريد شطب الاستجوابات، حتى بوضع عالية لشطب السوء، حتى مجرد الاستجواب يبي يلقيه من داخل مجلس. راح أجيك على اللجنة. نعم. هذه بس إيش هذا؟ هذه المقترحات كلها تهدف لتقليص الحريات. أحمد الفضل استغل منصة الإعلام في مجلس أمة في الهجوم على مواطن. أنا أبقى مواطن، ليس لي أي منصب تنفيذي. بس هو على فكرة دكتور، أنت رجل دستوري وأخبر مني، هو هاجمك في منصة الإعلام برا مجلس الأمة، بمعناته أنه ترك لك المجال إذا شفت إساءة ممكن تروح تقاضي، ما هاجمك داخل قاعة عبد الله السالم. فهذه أيضا تشوف فيها نوع من خلينا نقول الشجاعة. يعني منصة الإعلام في مجلس أمة فيها حصانة أيضا. شلون حصانة؟ في حضانة عضو مجلس أمة فيما يقوله في داخل مجلس أمة، وهو داخل مجلس أمة عندما استقل منصة داخل الإعلام. داخل القاعة هذه؟ داخل مجلس أمة، النص يتحكي نص مادة 111، فلديه حصان، هذا شيء. ثاني شيء، هو صار فارس المنصة، هو بروحه قاعد يتكلم وأنا مو موجود، من لديه شيء عليه أن يجلس بجانبي ويناظرني، أما أن يكون فارس المنصة ويهاجمني. أوكي. أنا كنت أتمنى حقيقة من أحمد فضل أن يهاجم الفساد والمفسدين من خلال منصة الإعلام عوضا عن مهاجمة المواطنين، سواء كان رأيي خطأ أو صح. أوكي. النهاية عندي فكرتين. عندي فكرتين. بس خليك على الأساسية على المشكلة في الخلاف. هو قال لما رد عليكم قال أنت، وكان يتكلم عن الدكتور سليمان الخضاري، إن أنت ويا إيدينكم بالماي، واضطر أقول اللفظ اللي هو قال، تبون كلمة نقط زبالته عندنا أصي عليكم عاد. هو شنو كم العبارة قالها أيضا؟ تبون تصير مثل لبنان، كل واحد يقط زبالته في لبنان؟ انا ما ادري ايش مشكله احمد بن الفضل مع لبنان.
لا لا. او مع سلطات امنيه في لبنان، ليش لا. ليش يسيء الى لبنان؟ لا 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 انا شنو اللي بوصل هو الخلاف او ان النقطه اللي قاعد يثيرها احمد، ان ليش ان ما يكون في عقوبه؟ انتم تبون كان الفرق بينكم بينهم ان انتم تبون ان الانسان ما يحاسب على الكلمه او لا يحاسب على الراي. وهو كلامه يقول ان مثلا الازمه الخليجيه، لما صارت الازمه الخليجيه في ناس كويتيين عندنا، في ناس كانت تتبع طرف ضد طرف واستغلوا خلينا نقول بعض حريه الاعلام. بهالحاله انت راح تصير منبر لتصفيه مثلا صراعات خارج الكويت. ما تشوف ان هذا ايضا يعني يفترض ان يوضع له قانون نوعا ما يكون حازم، ما يترك المجال لاي واحد يكون طرف في صراع؟ حسين، خلافي مع احمد الفضل مو خلاف حول المقترح اللي قدمه، انا عندي خلاف معاه في استخدام منصه الاعلام في الهجوم على المواطن اللي هو انا وحتى الدكتور سليمان. هذا شيء. شيء اخر في الالفاظ وفي الاسلوب المبتذل والمسيء اللي استخدمه والغير مؤدب في مخاطبتي وفي توجيه الاتهامات. للاسف كان يبشرنا في فكر غير، فكر غير، ولكن شفنا قاعد يهاجم مواطنين ويسيء الفاظ في مخاطبه المواطنين. وفكر غير، فكر غير، اخر شيء شنو فكر غير شفناه؟ شنو الفرق ما بين احمد فضل وما بين خلف دميثير؟ الفرق بينهم شيء واحد، ان خلف دميثير يقول بالاعلام اني انا حكومي، ام احمد فضل يقول لا انا فكر غير. ولا مواقفي مجلس امه في التصويتات على قوانين، في الاستجوابات، كلها مع الحكومه وكلها مع خلف دميثير. فكر غير ان تهاجم منصه الاعلام. ناتي حق ما اشرت حول فكره المساله. وايد شايل يا احمد يعني شيء، لان 11 دقيقه استخدم منصه الاعلام في هجوم على مواطن، انا مواطن ليس لي سلطه تنفيذيه، ما استخدم هالمنصه في الهجوم على الفساد والمفسدين. بس انت وباسلوب غير لائق. انت 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 بالاخير تبقى خبير دستوري، انت ما كنت يعني مواطن، اوكي كنا مواطنين، لكن انت من الوضعيه مالتك لا انت افضل، لان انت في يوم من الايام كنت مستشار رئيس مجلس الامه. انت كنت ما عندك اي سلطه تنفيذيه حاليا، بس في ارائك الدستوريه مسموعه، فبالتالي ما قاعد يهاجم شخص عادي بالشارع يعني. وهذا دليل على ان تويتر يأثر. انا ما عندي الا تويتر اعبر فيه عن وجهة نظري، ولكن لا موجود هنا الفكره. الفكره ما في اي واحد عنده وجهة نظر مخالفه حقي، خليني الحلقه اللقاء عندك في برنامجك او في اي برنامج اخر وانا مساعد لمناظرته. اما ان يكون هو فارس المنصه فهذه ليست من فروسيه. دعينا الكل اللي حاول يبي يطلع وياك يعني يتفضل. صحيح. انت كتبتها في تويتر، لكن ابقى الفكره. نعم. الفكره شنو هل المشكله؟ انت تبي، هل اول شيء انا ما تطرقت حق مقترح احمد الفضل لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعنيني هذا المقترح. ولكن لحظه، انا لما ادعي الى القاء هذا النص، لان فعلا هذا النص ليس له مقتضى. هذا النص ترى ما هو موجود في دول العالم الا في دول العالم الثالث ودول مثل الكويت وغيرها. اوكي. دول العالم برا ما في، ما تسمع سويسري سجن لان انتقد بريطانيا او ما الى ذلك، ما راح تسمع الا في الكويت. زين، اذا الغينا هذا النص، شو راح يترتب عليه؟ خروج حمد النقي، عودة عبد الحميد دشتي، عبد الله الصالح، صقر حشاش، مع الجميع يا جماعة بغض النظر عن الأسماء، عودتهم إلى الكويت وممارسة حياتهم طبيعية. زين، هل أنا أؤيد إساءة لدول صديقة؟ أبدا، ونحن على قدر المسؤولية، ولكن عندنا نص حسب مادة 210 من قانون الجزاء، جرمة السب والقذف. إذا مقترح أحمد الفضل اللي قاعد يتكلم عنه واللي سوى علينا لويا، ترى مقترح قهوة تشيقه في مجلس أمة، يقول هذا المقترح طول 3 أشهر مع جهابذة القانون. ثلاثة أشهر يا أهل الكويت عشان نص صفحة فقط. لو دق علي وأنا عندي إشارة كان كتبت له هذا المقترح اللي طول 3 أشهر على حسب ما يقول. هذا المقترح ليس له مقتضى، فيها مقررات قانونية. مثل أنا أقول لك، هو رتب عقوبة على من يسيء إلى رئيس أي دولة ب3 أشهر، صح؟ أوكي. غلط، لأن قانون 200، لأن في نص قانوني في مادة 210 في قانون الجزاء الكويتي. أوكي. يعاقب على من يسيء إلى أي مواطن ومنه رئيس أي دولة. لا بس أساس لا يتم، أساس لا يتم خلينا نقول الذهاب إلى الحد الأقصى وبيحصرها. لا، إذا أنا كنت رئيس دولة وتم لو هذا النص أقر افتراض على خلاف يعني الواقع، لا أقر هذا النص وأنا رئيس دولة، لن ألجأ إلى هذا النص. راح أقول يا جماعة طبقوا عليه نص المادة 210 باعتباري أنا بالنهاية مواطن أو أنا شخص. فعندك نص يغنيك عن هذا النص، ليش ما تبتلقون هذا النص؟ هذا السؤال الكبير اللي المطروح. ليش ما يبون يطلقون نص المادة 4؟ ما يبون عودة منه؟ خلينا نعرف، خلي يقولون لنا. مسألة هي سياسية أكثر منها قانونية. أوكي. فبالتالي عندنا في قانون الجزاء ما يغنينا عن المقترح اللي قدمه احمد نبيل فضل، وخلافي مع احمد نبيل فضل ليس حول هذا المقترح، بل حول الطريقه
والآلية اللي يستخدم فيها منصة إعلام ووسائل إعلام في مجلس الأمة والطريقة اللي يتكلم فيها على مواطن. أيك في الآراء. الإعلامي الأستاذ يوسف الجاسم، أستاذنا المسي عليه بالخير، كتب في تغريدة أن رد النائب أحمد الفضل على كل من دكتور سليمان دكتور هشام رد منطقي وموضوعي بشأن دعوتهما لرفع تجريم الإساءة للدول، مراعاة تناسب عقوبات الإساءة لرؤساء الدول الشقيقة بتخفيفها لا يعني إلغاء التجريم وتعريض أمننا الوطني للخطر، خاصة ونحن دولة عنوانها السلام والحياد. هذا اليوم اللي قاعد يصورون أنه ما تقدر تلغي قانون الإساءة للدول لأنه راح أنت عنوان الدولة السلام والحياد، فراح تكون أنت في ضمن أجندة أخرى. يعني أول شيء أنا ما كنت يعني 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 مع شن هجوم على أي دولة ولا مش هجوم على أي دولة. أوكي. ثاني شيء أنا أتفهم جدا منطلقاته هذا الشخص بالإضافة لمنطلقات أحمد نبيل الفضل. أوكي. هما يعني يجهلون قانون الجزاء الكويتي. نعم يجهلون قانون الجزاء الكويتي. أنا قاعد أقول هناك نص في قانون الجزاء الكويتي. أوكي. مادة 210 ما تغنيني عن هذا النص، ونصت عن عقوبة سنة وسنتين، عقوبة مقلظة أكثر من مقترحه هذا أساساً. وأيضاً عندنا مبدأ العقوبة الأشد إذا إنسان ارتكب فعل معين ويعاقب عليه نصين، نص هذا مقترح أحمد الفضل ونص 210 راح يطابق وفق المادة 210. إذا هذا ليس له أي مقتضى أي فائدة قانونية. إحنا نتحدث عن قانون، لما إذا لقينا هذا النص مو معناته تقدر تسب ما تبي، لأن أوكي. هناك قانون جرم السب والقذف. أوكي أنا أيك سؤال دكتور، يعني أنت بحكم أن أنت كنت مستشار في المجلس المبطل الثاني، واللي عارفة أن أنت على علاقة جدا قوية بالنائب الراحل الله يرحمه نبيل الفضل، فاليوم هالعلاقة هذه ليش تحولت إلى من علاقة حميمية إلى علاقة صراع مع أحمد نبيل الفضل من كانت مع نبيل الفضل؟ يعني يمكن أحمد الفضل أنا تفاجأت في هجوم حقيقة، يمكن ما يدري حتى شكل أو حجم العلاقة ما بيني بين أبوه المرحوم نبيل الفضل. يعني قد يضيع سلطان الحين. أيام مجلس مبطل الأول كان المرحوم يعتمد على 4 مستشارين حقه، دكتور بدر عيسى وزير التربية السابق، ودكتور عبد الله السلمان، ودكتور المانع، وأنا كنا من ندير له العملية داخل قبة عبد الله السالم، فهو يسفه فيني وفي قدراتي وفي علمي وما إلى ذلك، في حين كان أبوه كان يرجع لي أيضا. يعني لي مقاطع فيديو عند مرحوم نبيل الفضل رحمة الله عليه وهو يشيد فيني من خلال الإعلام ويذكر اسمي، ما لا داعي ترى جزئ المقاطع وانشرها للناس واقول شوف الولد وشوف ابوه الفرق ما بينهما. انا ما حاولت تتواصل ويا احمد، يعني احمد عرف رقم تليفوني ليش ما تواصل معي هو بدل ان يشيل المنصه، ولكن يبدو ان احمد كان مامور. شوف منو اللي امره بالنزول الى المنصه والهجوم علي؟ من أمره؟ يا عزيزي يا عزيزي لا تصور مامور لا انا اقول لك يا عزيزي، هناك نائبين شنوا عليه هجوم في مجلس الامه، أحدهما تحت قبة عبد الله السالم والآخر في منصة الإعلام، كلاهما من الدائرة الثالثة. ليش نائبين من الدائرة الثالثة يشنون هجوم على مواطن لا عنده حصانة ولا عنده شيء ما عنده سلاح؟ أنت قاعد تهاجمهم؟ يعني ما هاجمتهم أبدا، كانت حسابي في تويتر موجود. أوكي. أنا رديت عليهم تغريدة واحدة، نائبين تهجموا علي في مجلس أمة بأسلوب غير لائق، أدعوهم إلى مناظرة، هذا كان ردي في مجلس في تويتر فقط. أوكي. خلت خل على القانون اللي شوي يعني تقدم في الفترة الأخيرة، وكان أيضا يعني أنت رديت عليه والبعض بين متقبل وبين رافض له، اللي هو قانون عفو الشامل. أنت تحفظت عليه دستوريا وقلت المقترح غير دستوري إذ خالف قواعد العموم والتجريد، عدم شموله أحكام المغردين ينم عن مراهقة سياسية وقصر نظر، المقترح سيسقط بكل تأكيد والهدف منه إبراء الذمة شعبيا وانتخابيا وليس إقرار العفو واقعيا، وإلا كان التنسيق والشمولية. هذا على المقترح الخمسة، وراك بعدين نائب علي الدغباسي اللي راح يتحدث عنه كونه أحد مقدمين هذا الاقتراح. تمام. أول شيء مقترح بالعفو العام هو دليل على أننا أمام اقتحام وليس دخول، هذا قرار بس المحكمة الاستئناف قالت هو دخول. تمام. هم يقولون إحنا هذا ليش ما يطرح حكم تمييز، ليش يبون عفو الحين؟ هذا دليل على أننا كنا أمام اقتحام وهو اقتحام. أوكي. قبلا واحدا. زين نأتي في هذا القانون، هذا قانون انتقائي، بل انتقائي جدا حقيقة، فقط مختص فيه شريحة معينة وهم مقتحمين مجلس أمة ولم يشمل المغردين. عندنا إحنا مغردين أحكام مغلظة عليهم، أنت شملت فقط من اقتحم مجلس أمة ومن حرض رجال الأمن على الانقلاب وعلى التمرد، فقط هذول شملتهم؟ ليش ما شملت الباجي؟ تبون عفو ولا ما تبونه؟ إذا تبون عفو تعالوا خلينا نقعد على الطاولة واحدة وخلينا نشمل الجميع،
خل نزد الستار على المرحلة السابقة. أما يعني خاصة الآن هذه قضية مرتبط فيها 70 شخص يعني وسبعين عائلة، فبالتالي هذا اللي يمكن يكون الدافع أن يكون هناك عفو. لا تنسى أن في من ضمنهم نواب، وهناك نواب سابقين، حتى يمكن تكون الصحيفة الجنائية لهم نظيفة فيقدر يخوض أي انتخابات أخرى. نعم طبعا يعني المقترح إذا بيمشوا بهذا الطريق راح يسقط بكل تأكيد، لأنه بحاجة إلى 33 صوت وهم لا يملكون هذا العدد. إذا هذا مقترح لدرجة ما تشوف ما تشوف أن التأثير اللي راح يكون عليهم في خلال وسائل التواصل أبداً، راح يؤدي إلى أن الناس تحرج الصوت عليه 33 صوت، ولن يصل حتى حق 15. وإذا وصلوا إلى 33 افتراض على خلاف الواقع والحقيقة، الحكومة إذا ردتها محتاجين إلى 44 صوت لإقراره. للأسف هم كانوا يعانون من مراهقة سياسية، وكانوا يعانون يعني من قص النظر ونوع من الأنانية بأنهم يبون عفو فقط لمجاميعهم والمقتحمين فقط. خلي أقول لك أنت يعني تبي حق عبد الحميد دشتي يعني خدكم واحد، ومو بس عبد الحميد دشتي، يعني عبد الحميد دشتي وغيره من المغردين. عندنا اليوم كابتن عاشور، عندنا اليوم دكتور بشار، عندنا اليوم من شباب الحراك. إيش معنى بس فقط على 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 المقتحمين السومي يا عزيزي؟ أنا هم يقولون إذا تم تعديل القوانين اللي موجودة اللي هو قانون الجزاء والقوانين اللي قريناها في البداية راح خلينا نقول ذيلا اوتوماتيكلي يطلعون. مو صحيح. مو صحيح؟ خليني اقول لك مو صحيح من ناحيه قانون، مو صحيح. أوكي. اول شيء انا كنت رئيس التجمع اللي نزل في ساحه الاراده بعد اقتحام مجلس الامه مطالب بمعاقبه المقتحمين، وانا اليوم اقول لك انا مع العفو، ولكن العفو العام الشامل. هذا المقترح مخالف للدستور لانه حصر بفئه معينه. المقترح عام يجب ان يكون عاما، ليس محدد ومفصل على فئه معينه. نعم نحن بحاجة إلى إصدار ستار على المرحلة السابقة. اليوم أخطار خارجية تحتم علينا تحصين جبهتنا الداخلية، ولكن ليس بهذا المقترح. ويبدو للأسف أن البعض لم يستفاد من الماضي، من تجارب الماضي، وشفناها في آخر ندوة لهم في ساحة الإرادة. همز وقمز بالطائفية، همز وقمز بالقيادة السياسية، وكأنهم لم يتعلموا من التجربة الماضية. إحنا ما نريده هو الابتعاد عن الماضي. حتى شفنا لأول مرة أشوف دعاء جويهلي، دعاء جويهلي صار بالكويت. شلون دعاء جويهلي؟ يعني يحمل مضامين فتنة. اللهم سدد عيال الحمايل، اللهم وفق عيال الحمايل، اللهم لا ما دعاء بهذه الطريقة. أصبحنا حتى أدعية طائفية وما إلى ذلك. هذا خطاب يبينهم لم يتغروا من داخلهم ولم يعترفوا بالخطأ. لذلك نعم هذا المقترح من ناحية دستورية هو مخالف للدستور، وبه يعني شبهات دستورية أنه خصص. عندنا مبدأ في قانون يقول القانون يجب أن يكون عام ومجرد، عام ومجرد. هذا القانون ليس بعام وليس بمجرد، لأن الفئة المخاطبة فيها محدودة ومعروفة. فقط في يوم 16-17 نوفمبر 2011 يعني ما في صفة عموم والتجريد، وذلك يتصف بعدم دستورية. وايضا بالنسبه عدم شموليه المغردين وباقي المغردين، لذلك انا اقف ضد هذا المقترح وسوف يسقط. وهذا مقترح فقط لدر الرماد بالعيون والاسكات شارعهم، واحنا سوينا ما سوينا ولا دغدغت عواطفهم فقط. اوكي انا اكمل وياك. ان انت تكلمت عن حصانه النواب وراح اتحدث في هذا الشان، ان هل تعتقد بان القانون اللي قدم خاصه اي موجود ايضا في اللجنه التشريعيه اللي هو لا يتم سجن النواب الا بوجود حكم بات، هذا القانون تشوفه صحيح ولا لا؟ جاوبني عليه لكن بعد الفاصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سؤالي لك قبل الفاصل، أنه اليوم في توجه من النواب لإقرار قانون يقتضي بعدم سجن أي نائب إلا بوجود حكم بات، يعني لم يصدر فقط من التمييز. هذا القانون تشوفه ضروري اليوم؟ طبعا حتى النواب المعارضة أو ما يسمى بالنواب المعارضة قالوا أن هذا القبض على النواب كان خاطئ وأن القبض غير صحيح وباطل وما إلى ذلك. هذا كلام عار عن الصحة، راح أثبتها من ناحية الدستورية والقانونية. أول شيء هذول النواب الثلاثة تم رفع الحصانة عنهم في مجلس الأمة. تم رفع الحصانة. أي هم يقولون أن رفع الحصانة لإجراء التحقيق. يعني مرتين رفع الحصانة. هل يتصور أن يتم رفع الحصانة مرتين على نفس القضية؟ هذا جانب بالمنطق. ثاني شيء لا حصانة في تنفيذ الأحكام. شلون؟ خلني أستعرض اللائحة الداخلية في مجلس الأمة. مادة 20 من لائحة داخلية في مجلس الأمة تتحدث عن أن الحصانة في التفتيش والقبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي وليس حكم قضائي. أيضا لو جينا حق نص المادة 21 وهني يعني بقراها على مسامع مشاهدي الكرام. ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها، وأن يرفق صورة من عريضة الدعوة. قاعد تتكلم على دعوة،
ما يتكلم على حكم قضائي نهائي صادر من محكمة استئناف. أيضا مادة 22 تقول دور مجلس أمة هو يقتصر بحث فيها فيما إذا كانت الدعوة كيدية. ما قال حكم كيدي، اللائحة كل تكلم على الدعوة وليست حكم. إحنا اليوم أمام حكم قضائي صادر محكمة استئناف. إحنا أحكام محكمة استئناف نسميها نهائية، أحكام محكمة التمييز نسميها باتس. سؤالي دكتور، إحنا بس بنطرق هالنقطة هذه، إن يقتصر بحث فيها إذا كانت الدعوة كيدية. زين سؤال، خلنا نفترض على سلمنا جدلا على انهم كلام حقيقي، هل دور مجلس امه ان يبحث مدى كيديه الحكم؟ طبعا لا، هذا مساس بالاحكام القضائيه ويتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات. اي بس لو صدر حكم نهائي ما راح يعرض على مجلس الامه؟ ابدا لا يعرض، اساس انه تسقط عضويته ولا يقعد. ها تبدا في مرحله ثانيه اسقاط العضويه. أوكي. فهذا يعرض مره ثانيه على مجلس الامه. لا يسقط، يعني يفترض ان دور مجلس الامه في اسقاط عضويه تحقق شروط الساقطه العضويه، مثلا اسقاط عضويه جماعه حربش وليد طبائي واجبه، اما المطير النائب المطير لا تسقط عضويته لان الحكم عليه مده سنه لا تعتبر جنايه، اما الاخرين جنايه فتسقط عضويته. حتى لو صار مع وقف التنفيذ، حتى لو من هو اثنيناته في الحاله كلها، لو صار مثلا الاحكام نفسها لكن مع وقف التنفيذ، مع وقف التنفيذ. لا احنا ليش؟ لانه يتحكي القانون عن عقوبه جنايه او جريمه مخله بالشرف والامانه. حتى لو مع وقف التنفيذ، حتى مع وقف التنفيذ نتحكي عن عقوبة جناية ولا جنحة مخلة بالشرف الأمانة. فإذا نائبين معرضين لإسقاط عضويتهم والنائب المطير راح يعدي أيضا. أوكي. من دليل آخر على أن لا حصانة لهم، هم من قاموا بتسليم أنفسهم، وهذا دليل على عدم وجود حصانة. المادة 23 من اللائحة الداخلية في مجلس أمة تقول لا يمكن للعضو أن يتنازع عن حصانته. فانت عندما تروح الى 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 الى, إلى, إلى, إلى اداره التنفيذ وتسلم نفسك، اذا انت تقر بعدم وجود حصانه. وايضا المقترح اللي قدمه الجماعه، مقترح قدموه قالوا فيه النائب عبد الوهاب البطين يقترح عدم حبس النواب قبل صدور حكم باتس. هذا الاقتراح دليل على عدم وجود حصانه لهم. هذا الاقتراح اللي هم قدموه دليل على سلامه اجراءات وزاره الداخليه ولا حصانه للنواب في تنفيذ الاحكام. لكن هيك دكتور فيل، يعني كيف يتم ان نائب يتمتع بالحصانه حتى وان رفعت؟ سجن نائب، انا اعطيك مثال، يعني افترض ان لو الاحكام اليوم ايدت مثلا محكمه التمييز ايدت هذه الاحكام والنواب كانوا في السجن ويا المجلس لما قال لك انا ما ارفض اسقاط العضويه، شلون يكون نائب في السجن وهو لا حق انه يشرع ولا حق انه يستجوب؟ زين اذا كان في السجن ما يجوز او يجب ان يتم السماح له بالمشاركه في جلسات مجلس الأمة واتخاذ قرارات؟ طبعا لا يحق له إذا كان في السجن أن يشارك في جلسات مجلس الأمة. ليش؟ الوقوع مانع مادي يحول بينه وبين حضور الجلسات. دور مجلس الأمة يفترض إذا 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 حكم عليهم ليس دور بحث القضية أو ما إلى ذلك، فقط دورهم هل تعتبر مخلة بالشرف والأمانة ولا لا. بمثال النائب خلف دميثير تم صدور عليه حكم بالامتناع عن نطق في العقوبة في جريمة، يعني في إحدى الجرائم تعتبر جناية، بحثها مجلس أمة هل هذا تعتبر مخلة بالشرف الأمانة ولا غير مخلة بالشرف الأمانة. هذا دور مجلس أمة فقط. أما في حالة مقتحم مجلس أمة هي عقوبتهم جناية، فمجلس أمة لا يملك أي سلطة إلا التصويت على إسقاط عضويتهم وإجراء الانتخابات التكميلية بس. نعم، يعني هل مجلس أمة يستطيع أن يبحث في الأحكام القضائية؟ لا طبعا. اوكي، بس نبدا فصل بين سلطات واضح وصريح في الماده 50. القضيه هذه تطورت وذهبت الى خلينا نقول نائب شعب الموازري قدم شكوى في جنيف. نعم. وكان قبلها بعد ايضا النائب السابق عبد الحميد دشتي ايضا قدم شكوى اخرى في البرلمان الدولي. تعتقد ان هذه الشكوى في ضمن اطار القانوني ام ان هذه الشكوى من شأنها المساس بسمعه الكويت كرجل قانون؟ يعني طالما يعني بالنهايه لا نعيش في اقليم منعزل عن العالم، هناك منظمات دوليه ومن حق اي انسان ان يلجا لها. ما تشوف ان هذا نوع من الشكوى على الكويت؟ ابدا، ابدا، هم لجوا الى منظمات الدوليه التي الكويت منضمه لها. أوكي. وقدموا شكوى عليها. اليوم شكوى صحيحه او خاطئه هذا ما رجع لتقدير الاتحاد البرلماني ورد الاتحاد ورد البرلمان الكويتي. ولكن من هذا من حقوق التي كفلها الحقوق الطبيعيه لكل انسان بان يلجا الى اي منظمه سواء داخليه او خارجيه. فما تشوف انه امر اجراء عادي؟ اجراء طبيعي وعادي. اوكي، انت كان لك راي في ان بس سلطه القضاء على قرارات سحب الجنسيه، ولكن كوجهه نظر قانونيه هناك من يرى بان، وقالها رئيس مجلس الامه، ان هذا القانون سيحصل المزورين. تعتقد هذا الكلام صحيح؟ يعني
طبعا احنا نختلف احيانا مع الفريق الاخر، ولكن نتفق نختلف لا يعني ابدا ان نؤيد سحب الجناسي. اوكي. وقالها النائب جمعان حربش ان اول مكون مورس عليه السحب الجناسي كان المكون الشيعي في الكويت، وكان ارض ذاك التصفيق والتطبيل لهذه الممارسات. نشوف النص الماده 166 من دستور الكويت ايش يقول. حق التقاضي مكفول. مكفول ها؟ اوكي. ان ياتي مجلس امه ويصادر هذا الحق هو اعتداء على صلاحيات واختصاص السلطه القضائيه. النواب اقسمتوا يا نواب على احترام الدستور والقانون، ومن ثم تصوتون على قانون يصادر ويخالف الدستور في الماده 166، هذا يعني حنث بالقسم حقيقه. ايضا ماده 164 من الدستور الكويتي يقول لك يرتب القانون المحاكم، يرتب قانون المحاكم مو ان ياتي قانون ويصادر هذا الحق. ايضا نص الماده 28 من قانون الجنسيه شو يقول؟ لا يجوز سحب الجنسيه او اسقاطها الا في حدود القانون. ما الذي يحدد حدود القانون؟ اذا القضاء ما يروح من حطه. اعطيك مثال. اوكي. اذا انت اليوم انتقلت مدير عام للجنسيه او اي شخص في الداخليه، وروح بتطلع جنسيه حق ولدك وانت كويتي، ورفض قال لك روح ما اعطيك جنسيه، اذا ما تروح القضاء وين تروح؟ باكر حتى القضاء قد يخاف وقد يشعر برعب اذا حكم ضد السلطه التنفيذيه لان قد تسحب جنسيته وما يرجع حق اي ملجا. هذا مخالف حق المنطق والقانون، ومخالف ايضا للدستور. بس ما يحصل التزوير؟ لا. شوف على طاري التزوير، شفت اللي صوتها وطبع البلوك الحكومي اللي صوت مع الحكومه لعدم ولايه المحكمه الاداري في النظر في المسائل الجنسيه. اوكي. الحكوميين. اوكي. صوتوا عدم اختصاصها. اليوم مؤخرا تم السحب الجنسيه من احد العوائل، عندهم حكم اول درجه بعدم وجود تزوير. اوكي. وحكم استئناف بعدم وجود تزوير، وحكم من التمييز بعدم وجود تزوير، ومع ذلك تم السحب جنسيته. اليوم بفضل هذا القانون اللي قرروه النواب الحكوميين للأسف لا يحق لهم اللجوء إلى القضاء، صادروا حقهم الطبيعي. اليوم هاي ضمانة حقي وحقك وحق الجميع وحق القدام. طبعا البعض شي يقول لي شي يبرر، والله هذا القانون لأنه ما كفل دور العباد، ما شمل دور العباد، فبالتالي احنا رفضناه. هذا كلام عاري عن الصحة، ما لا يدرك كله ولا يترك جله. بالنهاية في مكتسب حقنا وحق الجميع، ليش ما ناخذه؟ أوكي. وترى أيام دول والأيام تدور، وخلنا نبتعد عن المراهقة السياسية وأمور تصفيات في 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 مسائل جنسية. ونعم هناك السحب السياسي تم بالكويت. يعني الصراحة أقولك ياها، أنا كنت محامي متطوع أحدهم، عن أحد محامي متطوعين عن أحمد جبر، وتم سحب جنسيته من أجل إغلاق قناته. مو أنا أقول له الكلام هذا، حكم قضائي قال. ويعني وفي منطق الحكم بالشق بعوده جنسيته. طبعا هو الحين لم يصل لمحكمه التستانيف وترك القضيه ايمانا منه، راحت اللجنه بان اللجنه راح تنصفه، وان شاء الله راح تنصفه، واحنا مع حتى مع خصومنا لا نود اقصائهم ولا نريد ان نرميهم بالبحر، والحق حق ان يتبع. اوكي. اليوم انت في المجلس، يعني كيف تقارن المجلس الحالي، خاصه المجلس الحالي جاء بعد خلينا نقول موجه امتعاض وسخط من اداء المجلس الماضي، لكن اليوم يعني بعد مرور اكثر من سنه احنا يعني بدورنا قاعد يعني على مشارف الانتهاء، يعني وقالنا شهرين تقريبا او ثلاثه ومع السلامه، يعني شلون تقارنه؟ والله انا ما ادري اذا الجماعه شهرين ثلاثه بيوقفون، لانه يجب ان لا يقل دور انعقاد عن 8 اشهر. 25/6 لا اقل من 8 اشهر، معناته لان في فتره 25/10 بدا 25/6، ولكن من ناحيه دستوريه اتكلم، لان في فتره تشكلت في حكومه وتم تعطيل جلسات مجلس امه يفترض ان لا يحتسب، وبالتالي يجب يطولون شهر 7 و8. في سابقه ان الحكومه عطلت وكان مده اقل من 8 اشهر، انا اشك بذلك. هي صار في سابقه حكومه تاخرت، ولكن كانت مده فصل تشريعي اقل من 8 اشهر. بعدين ابو حسين ترى مده الفصل التشريعي 8 اشهر هو الحد الادنى، يعني مو قانون لازم 8 اشهر تقفط تسكر المجلس وتروح بيتكم، لا ابدا. قعدوا 10 اشهر، قعدوا 11 شهر. المجلس والكويت بحاجه الى تشريعات، الى قوانين. ليش انتم شهر 6 تقطفون اوراقكم يلا تروحون دول العالم تفترونها وتتركون مصالح البلاد والعباد؟ يعني مو لازم 8 اشهر 8 اشهر، قال الحد الادنى. اوكي. من ناحيه التقييم حق عمل مجلس الامه، هو يعني جناحين مجلس أمة، التشريع والرقابة. لو ينا الجانب التشريعي فهذا مجلس مفلس تشريعيا، وأعتقد هذا في محل اتفاق الجميع، حتى النواب أنفسهم يسمون بذلك. لو جئنا من ناحية الرقابية، من رقابيا هذا المجلس أعرج رقابيا. أعرج؟ أعرج. ليش؟ لأن استقصد واستسهل إسقاط الوزراء الشيوخ
وعجز عن اسقاط ابناء العوائل، وهذه ظاهرة قاعد نشوفها بالكويت. كلامك غير قانوني، كلامك فيه نفس عنصري؟ ابدا ابدا، ابعد ما اكون عن العنصرية او عن طائفة او ما الى ذلك، بس هذا هو واقع. استطاعوا اسقاط الشيوخ لان ما عندهم بلوك انتخابي في الدوائر الانتخابية، ويمكن هذا احدى يعني اخطائهم الشيوخ، ولكن ابناء العوائل لان عندهم امتداد اسري وعندهم علاقات اسرية وتأثير في دوائرهم الانتخابية، نجد ابناء الدائرة النواب الثالثة والثانية انتفضوا بالدفاع عن وزير المنتدى. ليش ما تقول ان الحكومه ما اشتغلت؟ يعني في الاستجوابات اللي مقدمه لها اسرائيل، يعني مثلا كان الدكتور عادل الدمخي مساء الخير نفس المكان، قال نعم. ما شفناه بهذا الاستجواب، ما شفناه باي استجواب اخر، نعم، بالذات استجواب هند الصبيح. مصيبه اذا كانوا النواب يقررون قراراتهم بناء على تاثير حكومه وتدخل حكومه وعمل الحكومه، اذا هذا صحيح فهي كارثه حقيقه. يفترض بالنواب ان يحكموا ضمائرهم والحكومه ما تتدخل فيهم في مواقفهم في التصويت على الاستجوابات. لذلك للاسف ما رايناه هو رقابه عرجاء في مواجهه ابناء الشيوخ وعجزهم عن مواجهه ابناء العوائل. فتشوف ان هذا اعرج من ناحيه سياسيه، نعم، وتشريعيه تشوفه مفلس، لم يشرع شيء حتى الحين. يعني 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 مجلس الماضي اوكي كان يعني عنده كم من تشريعات، وكنا ننتقد غياب الجانب الرقابي، حتى كنا نسميه مجلس وطني. اوكي، ما كان يشرع، ما كان يراقب. يانا هذا المجلس نعم تحرك من ناحيه رقابيه نوعا ما، ولكن عاجز تشريعيا بشكل كبير. اوكي، انت مستشار كنت التامينات الاجتماعيه، نعم، واليوم تقول لنا خاصة قربك مؤسسة مشاهير قانوني، ولكن اليوم في ظل الحديث عن عجز الاكتواري وغيره وخفض سن التقاعد وأيضا خفض فوائد التأمينات، نعم، شلون تشوفه أو شنو وجهة نظرك؟ ممتاز، حتى نتطرق لحق هذا. طبعا اللجنة المالية بإجماعها، أنا عندي تقرير اللجنة المالية كهوة، تقرير اللجنة المالية أوكي. بإجماع اللجنة المالية وافقوا على المقترح إسقاط فوائد القروض وخفض السن تقاعد. فجأة تحركت الحكومة، نواب اللجنة المالية يطالبون بسحب التقرير. أنا ما عندهم أرقام، ما عندنا أرقام، ليش صوتوا عليها باللجنة؟ شلون صوتوا عليها باللجنة إذا ما عندكم أرقام؟ يا جماعة ترى ما عندنا خبير، شلون شيء؟ ليش موافقين على الكاية؟ وترى الموافقة عليها، وهذه الأسماء من قدم اقترحوا ومكتوب بالموافقة. طبعا هذا مقترح مقدم 12 نائب، تخيل بعض المقدمين اقتراح نادوا بسحبه، وهذا يقولك والله احنا ما كنا ندري شنو النتائج الكارثية على هذا المقترح. يعني انت تقدم مقترح وما تدري شنو اثاره، هذه بروحها كارثة. زين اوكي، بلوك حكومي، طبعا لو تشوف البلوك حكومي دائما بالاستجوابات نفسهم يدافعون عن الحكومة، بالاستجوابات نفسهم صوتوا على سحب المقترح بالتقاعد مبكر واسقاط فوائد القروض. وفي المقابل هذا تغيير ديوان المحاسبة الكويتي عن التأمينات الاجتماعية. اوكي، خلينا نشوف صفحة 190 شي يقول. 190، انخفاض حصيلة استثمار أموال صناديق التأمينية بالمؤسسة بصورة حادة، حيث خسرت $1,088,000,000 كويتي سنة واحدة. انخفضت أرباحنا مليار. بعد لو جينا في صفحة 191، تكبد خسائر بقيمة $572,000,000. بعد صفحة 195، شطب $58,000,000 نتيجة استثمارات فاشلة. أيضا شو اللي بتوصل دكتور؟ تكبد خسائر في صندوقين $98,000,000، وأيضا خسارة $105,000,000، وأيضا خسارة $35,000,000، أيضا خسارة $33,000,000، وأيضا خسارة رأس مال كامل، رأس المال دشوا بشركات خسروا كل فلوسهم التأمينات. العجز الحقيقي ليس في موارد الدولة، العجز الحقيقي في كيفية إدارة أموال الدولة. اليوم كل هالخسائر ما تجرأتوا يا نواب في محاسبة الوزير المسؤول. لما يلأم على المواطن قمتوا تصارخون ان عجز. العجز ما يجي الا على راس المواطن، العجز الحقيقي في اداره اموال المؤسسه. خسرنا مليارات في عام واحد، ترى عن سنه واحده 2015 2016،
وهم تحكون على العجز مليارين ثلاثة، أنت الحين خسرت هني كم؟ كم بالتغيير موجود؟ مليارين ثلاثة؟ فاللي بتوصل له فبالتالي الخلل الحقيقي أن خفض سن التقاعد ولا خفض فواتير ما له علاقة في عجز التأمينات؟ بل بكيفية إدارة أموال التأمينات، هذا العجز الحقيقي. أيضا كمثال شخص على رأس عمله اليوم ياخذ بدلات، مثل خلينا نقول فئة مهندسين ياخذ راتبه أكثر عبارة عن بدلات، إذا تقاعد كلها بدلات راح تروح، راح يطلع براتب أقل. أوكي. زين وين العجز؟ ما انت وفرت بدال اعطيه ميزانيه عامه للدوله راتب مع بدلات، اعطيتها بالميزانيه التامينات راتب من غير بدلات، وهلم مجر في كل وظائف الدوله. اذا لا يجب ان ننظر الى ميزانيه التامينات فقط، بل ننظر الى ميزانيه الدوله كعامه كوحده متكامله. للاسف لجؤوا الى قضيه الشركه، والشركه هي كان مقترح لوقت. ليش تشوف هذا المقترح؟ لان هناك خبراء أوكي. كويتيين لم يستعينوا بهم، مثل الدكتور بابهاني وهو خبير اكتواري في جامعة كويت ومعتمد في التأمينات الاجتماعية، واستعان في التأمينات الاجتماعية أشار بأنه ليس من شأن خفض سن التقاعد أو إسقاط فوائد القروض. تخيل أوكي. التأمينات تربح من خلال المتقاعدين، شو يسوون؟ يعطونهم 20,000 يأخذون منهم 40,000 أو 30,000 يستربحون من خلال المواطن. هل هذا المطلوب؟ وين إداراتكم للاستثمارات الفاشلة؟ بدلا يا نواب يا حكوميين، بدلا ان تسحبوا هذا المقترح كان عليكم ان تسائلوا الوزير المختص، لا ان تقفوا ضد المواطن. للاسف انتخبوا المواطنين. بدايه الشركه الان وقالت ان الارقام غير صحيحه والمجلس اقر هذا القانون، شنو ما تشوف انه راح يكون رد عليكم ان تقول هذه الشركه يعني اللي وعد ممتاز القانون؟ ممتاز. هي الايام بيننا. انت اذا هي الايام بيننا، انا اقول حق الكويت ان هذا الشركه يعني مقترح لوقت المقترح التقاعد المبكر واسقاط فوائد القروض، والايام بيننا. وانا اتحدى النواب الحكوميين كلهم اللي صوتوا على هذا المقترح بانكم راح تصوتون ضد هذا المقترح، لان بالنهايه قرار مو قراركم اصلا. يعني انت تحدي الحين ان قانون خفض سن التقاعد ما راح يقر؟ نعم، نفس البلوك اللي دافع عن الحكومه بكل استجواب هو بنفس البلوك صوت على صاحب التقرير. هذه قضية شعبية، هذه مو قضية عادية. ولذلك برروها، يعني كان ليش ما صوتوا عليها تصويت موافقة بالأول حولوا للشركة موافقة مبدئية؟ ليش وافقوا عليها باللجنة المالية ثم سحبوا الموافقة؟ أكو واحد وافق على شيء ويسحب موافقة ويسحب؟ إيه يبون أرقام. أكو واحد يقدم مقترح يبون أرقام دكتور. وزين وين أرقامكم باللجنة المالية؟ قاعد تسوون عيل. وحتى الخبير أيضا المالي رمضان أيضا أشار إلى عدم وجود عجز، وكلام جميل قيل في بعض الأعضاء داخل قبة عبد الله السالم حول عدم وجود حرص، وما عاد على كل بلوك حكومي اشتغل. أوكي. في نفس السياق في قضية اليوم البلاغات والشكاوى اللي موجودة، اليوم النائب السابق عبد الله طرجي قدم بلاغ، والبلاغ تحديدا هذا أثير في المجلس الماضي الحيازات العقارية، مو الزراعية، الحيازات العقارية، لأن النواب عندهم عقارات. تشوف أن في إشكالية بهذا البلاغ، أم أن هذا البلاغ قد يستخدم لضرب نواب آخرين؟ احنا اول سؤال يطرح على ذهني، شو الاسباب اللي دعت النائب السابق لطريجي الى تقديم هذا البلاغ الى هيئه مكافحه الفساد؟ وين مشكلتك اذا قدم بلاغ؟ ومنو خلاه يقدم؟ شنو منو؟ انا اقول لك ليش. هو كان نائب في المجلس الماضي. اوكي. وهذا التقرير كان واصل له في تاريخ 6/4/2015. صمت ثلاث سنوات وما تطرق له للحين. من 6/4/2000 و15 هذا هو التقرير وصل له عن تداولات العقاريه. كان خالص التقرير، خالص وجاهز كهو موجود عندي. عندك تقرير؟ وردتكم الغلاف مغلف حقه. زين وينك لما كنت عضو وكنت تملك الحصانه؟ ليش ما تكلمت تحت قبه عبد الله السالم؟ ليش ما عندك ادوات الرقابه؟ ليش ما سالت؟ ليش ما استجوبت؟ بعد ما تسقط وتقعد سنه فجاه تطلع تقول والله انا ترى تذكرت في موضوع معين، هذا بلاغ. لا احترموا عقولنا. شو الهدف منه؟ هي تصفية حسابات. هي تصفية حسابات ما بين في داخل احد النواب المستهدفين يعني. نعم بكل تاكيد هناك نواب مستهدفين ضمن هذه التداولات العقارية، والا صمتك طوال 3 سنوات لما كنت نائب وفجأة اليوم تذكرت ان هناك تجاوزات، وينك لما كنت نائب؟ كان عندك حصانة. اكو نائب يعني اعرف اسمه لكن ما اقدر اقوله، انه يتم تداول عليه شبهة عقارية، هو من خلينا نقول فريق شوي المعارض اليوم، فيبون نوع من يكون له الإحراج أو شيء كذي. يعني صحيح الكلام؟ خلنا نصف مجرد تداولات عقارية ليس بها جريمة،
أي نائب يتداول بالعقار هذا مو جريمة. ما تشكل جريمة. ما تشكل أي جريمة، لذلك البلاغ مصيره الحفظ، ولكن هي ضرب إعلامي وسياسي وما إلى ذلك. وإلا يعني أنا بعرف أكو في مسألة لاحظتها أنا بعد صفة. أوكي. نواب الحكوميين لما يسقطون فجأة يتحولون إلى معارضين. ويون تسمعهم تشوفون شنو هذول قمة المعارضة، يعني ما نعرف شو السمة. مثل حقيقة ما البعض يعني يطرح طرح معارض، وعندما يصل إلى مجلس الأمة يقلب. يعني أتذكر في زيارات للدواوين كان يسألون هذا السؤال، من يقول لما توصل ما راح تقلب مثلهم؟ فحقيقة المناصب ما تغير الإنسان، المناصب تكشف الوجه الحقيقي للناس هذا أو للنواب. ما يسقطون بس يصيروا معارضة بعدها. أوكي، فأنت تشوف البلاغ بلاغ عبد الله طريجي مصيره للحفظ. مصيره للحفظ و قدم من خلال أوامر معينة. هذا وجهة نظرك. هذا وجهة نظرك يعني أن قدم من أوامر معينة وغيرها، لكن أيك على في شأن آخر اللي هو خلينا نقول استجواب ممكن يقدم غدا، يمكن يعني اللي هو الاستجواب ل من نائب رياض العدساني إلى الوزير عادل الخرافي. اليوم الكلام وخاصة أن هذا شوي دستوري، البعض يقول أن عادل الخرافي هو وزير ولكن لا توجد عنده وزارة فعلية، عدد موظفينه قليل بالنسبة لبقية الوزارات، فاستجواب من ناحية دستورية ممكن يتم استجوابه؟ على شنو يستجواب يعني؟ طبعا للحين ما قرينا الاستجواب حقيقة، ولكن خلينا نمسك بداية. عادل الوزير عادل الخرافي الكل يعرف أنه وصل إلى منصب الوزاري من خلال صفقة سياسية. اليوم هو ابن الدائرة الثانية. أنت متأكد أنه وصل إلى صفقة سياسية؟ هذا قراءتي السياسية على الأقل، أنا وكل مغردين وكل الناس تدري صفقة سياسية. زين، اليوم تقديم استجواب لفي إطار تصفية حسابات هذا أمر مرفوض. أنا أرى يعني بسم الله الرحمن الرحيم ما صار له شيء، توه شكل الحكومة. وثاني فعلا أتمنى أن نقرأ غدا صحيفة الاستجواب وتكون هناك بها تجاوزات ترتقي إلى المساءلة السياسية. أما الدخول في أتون معارك انتخابية مبكرة فهذا أمر مرفوض. ترفضه؟ نعم. أوكي. كان في سؤال خل المحامي صلاح الهاشم مساء عليك بالخير، دائما يتفاعل يمكن معنا في الحلقات، يقول لك اسمع لضيفك ماذا كان موقفه من تجاوزات التأمينات الاجتماعية حين كان يعمل مستشارا قانونيا لدى المؤسسة في عهد الرجعان؟ أول شيء أنا كنت وأكثر مرة كان يسأل السؤال. إيه يروح يرد على صلاح هاشم ما عنده شيء له الموضوع هذا. زين، أول شيء أنا كنت موظف صغير في التأمينات الاجتماعية وتدرجت حتى وصلت مستشار في الإدارة العامة، مستشار قانوني. ولكن أنا وكل عامي في مؤسسة عامة التأمينات يدرون بأني أنا مسؤول قانوني عن الشق التأميني وليس عن استثمارات. هناك مستشار قانوني مسؤول عن استثمارات وكل عامي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يعرفونه. ثاني شيء يمكن هذا قد تفرض يعني تشكل مفاجأة إلى 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 المشاهدين. ما حكم عليه الرجعان في قضية 5 سنوات ليس بقضية اختلاسات. قضية مارجن، استخدام المارجن اللي هي أداة مالية معينة أدت إلى خسارة التأمينات في سنة 97. وحكم نقول مغامرة في الاستثمار. مغامرة بالاستثمار. أوكي. هذا حكمه. وزير شمالي طلع في ندوة قال ترى ما نقص فلس من قانون من التأمينات الاجتماعية. السؤال البرلماني جاوب عليه الحميضي مدير عام التأمينات الاجتماعية قال ما نقصت من أموال التأمينات، ولكن هو متهم في قضيتين. القضية الأولى سوء استخدام أدوات خطرة في استثمار. أوكي. والقضية الثانية التربح. تربح. شو اللي صار؟ واللي صار إنه هو أيضا يعقوب الناس المزيني أعتقد تمام اتهموا في هذه القضية وصدر حكم أول درجة بالحبس 5 سنوات، عفوا أول درجة براءة. أوكي. الاستئناف 5 سنوات. اليوم قاعد يقال إن هذا الحكم يعني في خطأ إجرائي. أبدا. أوكي. ما في خطأ إجرائي. ما في خطأ إجرائي؟ ما في أي خطأ إجرائي في قضية الرجعان. اتفاقية الكويت مع بريطانيا توجب على أن يتم تسليم المتهمين بشرط أن تكون لهم فرصة في المحاكمة. فالحكومة الكويتية ارتأت عدم صيرورة الحكم نهائي من خلال نشرة في جريدة رسمية حتى يتم تسليمه من بريطانيا إلى الكويت. وأنا أيضا كلفت في قضية البحث في قضية التجاوزات لفترة مؤقتة، وعلى فكرة ما عملت في التأمينات الاجتماعية لمدة كمستشار قانوني لمدة 2 سنين وقدمت استقالتي. يتخلل 2 سنين في التأمينات أني صرت مستشار يعني في مكتب رئيس مجلس الأمة، تعرف فترة عملي وجيزة فقط في التأمينات الاجتماعية. أوكي، فهذا ردك على إنزين. سؤال آخر، أنت كنت مستشار لرئيس مجلس الأمة في المجلس المطال الثاني علي الراشد، وأنت شريك معه في المكتب ولا تزال هذه الشراكة. علي الراشد وفيصل يعني مساء عليه بالخير لا يزال وهو في حاليا مستشار لصاحب السوامر البلاد الله يحفظه.
هذا كله ورائك السياسية وهو يرأس لجنة السحب الجناسي ما يأثر عليك؟ أنت شفت طرح حكومي الحين اليوم أو في أيام السابقة كلها؟ لا يعني ما يأثر عليك. خلني أقول لك، وقد يعني أذيع السر في هذا الجانب. عندما كان أبو فيصل رئيس مجلس الأمة، بعض الأقطاب الحكومية حمل له تغريداتي في تويتر وقالوا شوف مستشار رئيس مجلس أمة في مكتبك شنو قاعد يكتب ضد الحكومة. فكان رد أبو فيصل علي الراشد على أقطاب حكومية قال نعم هذا يعني يعمل مستشار قانوني في مكتب رئيس مجلس أمة في مكتبي. ولكن يعني أنا لا أستطيع أن أحجر عليه، رجل أكاديمي وله آراءه السياسية، هو يؤدي عمل داخل مجلس الأمة. فأبو فيصل من هذا النوع اللي لا يفرض آراءه على أحد. قد أنا شخصيا يمكن أرجع له في بعض الأمور، يعني استأنس بنصائحها وخبرتها، خاصة أن أبو فيصل كان يعني في أوقات حرجة في الكويت كان متصدي عندما كادت أن تضيع الكويت وأيام الربيع العربي وسقوط ليبيا ومصر وتحرك في سوريا وتحرك المجاميع في الكويت، كان أبو فيصل له موقف وطني مشرف حقيقة. فأبو فيصل أبدا لا يؤثر على رأيي ولا يحاول أبدا التأثير على رأيي، وما أقوله يمثلني أنا شخصيا ولا يمثل أبو فيصل بكل تأكيد، وهذا أنا لم أتغير، راجع تغريداتي منذ مدة منذ سنوات، هذا أنا، هذا مواقفي. مجرد ما تعمل سيرش فقط تكتب هشام الصالح أو الحكومة أو هشام الصالح واسم سمو رئيس مجلس الوزراء تطلع تغريدات أنتقد فيها الحكومة نقدا لاذعا منذ سنوات وليس منذ اليوم أو لأجل ما لا تأثير عليك حتى اليوم بعد ما صار مستشار؟ أبدا أبدا، فقط أحيانا أنا أرجع له من باب الاستئناس بحكم خبرة السياسية. أوكي، اليوم متى يعني تتوقع هالمجلس الأمة؟ وسط هذا كله اليوم، خاصة اليوم يتوقع البعض، يتوقع، خلينا نعطيك سيناريو. نعم. يقال أن عدم الموافقة على قانون العفو ممكن يؤدي إلى صدام سياسي ويؤدي إلى حل مجلس الأمة. فكرة الابتزاز السياسي موجودة في يعني المسيرة النيابية في الكويت، وهذا نوع من الابتزاز السياسي، يا توافق يا استجوبك، هذا ابتزاز بكل تأكيد. ولكن أنا أعتقد أن ستكون هناك جلسات سرية ويتمر الاستجوابات، واعتقد هذا المجلس بالنسبه للحكومه مجلس يعني مطلوب ان يتمسكون فيه، لان مجلس يعني بالنهايه يعني يميل الى الحكومه يعني، وانا اتصور مع ذلك ان احداث سياسيه بالكويت لا حين تشوف ان المجلس يميل للحكومه. اي نعم، ودليل قانون التامينات الاجتماعيه. وانا اتصور مع ذلك ان احداث سياسيه كويتيه متغيره، يعني المجلس الماضي كان مجلس انا كنت اسميه مجلس وطني، ومع ذلك تم حله بعد 3 سنوات. انا عني أرى أن هذا المجلس قد يستمر إلا أن يطرأ شيء جديد وقوي يغير من الواقع. يستمر؟ يعني أي نعم، وخلي تحملوني، يعني أنا يعني النواب مزعلانين على تغريداتي وعلى مواقفي في اللقاءات وما إلى ذلك، خلي يطولوا بالهم لأن قدامهم بعد 3 سنوات، 3 سنوات من النقد، 3 سنوات من التعرية للمواقف وكشف حقيقتهم للشعب الكويتي، طولوا بالكم، طرج طويل إن شاء الله، وأنا وياكم. مشكور دكتور لحضورك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي، بس كنت شوي قاسي على بعض النواب اليوم. لا ما كنت قاسي، يعني الإمام علي عليه السلام يقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم. بس شكرا لك. مشكور دكتور، إن شاء الله نلتقي معك في لقاءات أخرى. مشاهدينا الكرام، الجزء الثاني مع عضو مجلس الأمة نائب علي دقباسي بعد الفاصل.